هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري ومعتدل بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وهيكون مائل الدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما بالليل الجو هيكون بارد على شمال البلاد ولغاية القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد، وهنلاقي شبورة مائية الصبح ممكن تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وللقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلينا مع بعض مشاهدينا نستعرض درجات الحرارة في مختلف الأماكن والمحافظات اللي موجودة معانا في جمهورية مصر العربية. القاهرة العظمى فيها 21 وصغرى 11، العاصمة الإدارية 21-10، الإسكندرية 20-11، العالمين الجديدة 20-11، مطروح 19-10، دمياط 20-12، بورسعيد 20-13، والإسماعيلية 21-9. السويس 21-10، العريش 19-9، كاترين 16 والصغرى 3، طابا 20-10، حلايب 23-18، شلاتين 26-16، شرم الشيخ 25-15، الغردقة 24-13. الفيوم العظمى فيها 21 وصغرى 7، بني سويف 21-7، الوادي الجديد 24-5، أسيوط 22-6، سوهاج 22-6، قنا 24-8، الأقصر 25-8، أما أسوان العظمى فيها 27 وصغرى 10. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نرجع لبسنت والمصطفى نكمل معاهم. اتفضلي بسنت. شكرا ليكي يا منى.